بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في هذا الفيديو نتكلموا على ستاتيك ديفلويد. عندنا بريمير اكزرسيس في هذا الشابيتر. هذا الاكزرسيس اخذته من سيري دو سي دي. قبل كل شيء نتمنى اخي المشاهد انك تشترك في القناة ويعني تبارطاجي الفيديوهات ماكسيموم. إذا لنبدأ على بركة الله في هذا التمرين. Exercice 1, numéro 1. L'indicateur de pression au point B figure ci-dessous est pour mesurer la pression et pour mesurer la pression au point A dans un écoulement de l'eau. Si la pression en B est de 87 kPa, déterminez la pression au point A en kPa des données dans cette étude de l'huile DH. 0,87 et la densité de mercure THG 13,6 qui contient l'huile au mercure pour mesurer la pression d'un point dans un écoulement. Et dans notre pression, on a comme on a vu dans le statique de fluide. عندنا قانون ديما نطبقوه في الاكسيرسيس اللي هو لا لوا فوندامونتال دو ديدروستاتيك دلتا بي يساوي رو جي اش. اذا نبدا في حل التمرين على بركه الله. سوليسيون هو الشكل الموضح امامنا. عندنا الفلويد او ليكولمو يتنقل من هنا الى هنا وعندنا هنا الميركور وعندنا الويل. عندنا هذا المانومتر. اذا احنا لما نبداو نطبقوا في لا لوا فوندامونتال دو هيدروستاتيك نبداو من ا حتى الى البي. اذا اولا نطبقوا لا لوا انتخ ا اي ا. ديما نبداو بالبريسيون اون با ايغال بريسيون اون او بليس رو جي اش. ديما البريسيون جاي في الاسفل نبدأ بها هي الأولى. إذا بي أ تساوي بي أ زائد رو جي أش. أش هو 5 سنتيمتر. طبعا إحنا عندنا هنا الماء رو تاع الماء اللي هي 1000 كيلوغرام بار متر كيوب. الآن بعدها نطبقوا لابريسيون ما بين النقطة هذه والنقطة هذه. كيف؟ إحنا توقفنا هنا بما أنه الفلويد راه أون كونتيني وراه في نفس لالتيتيد ونفس لوتور. يعني تكون بريسيون ايزوبار يعني البريسيون تكون في نفس المستوى. اذا البريسيون هنا تكون مساوية للبريسيون هنا. اذا مباشرة نقفز لهذه النقطة ونطبق لا لوا فوندامونتال دو ليدروستاتيك اونتر ان اي دو. اذا تصبح بي ان تساوي بي دو زائد رو نتاع الميركور رو نتاع الميركور فو جي فو اش. اش هو المسافة من هنا إلى هنا. يعني احنا عندنا المسافة من النقطة هذه إلى الأسفل هي 11 والمسافة من النقطة هذه إلى النقطة هذه 4. نطرحو 11 من 4 تحصلوا على 7. إذا فقط نحسب هذا الاش. بعدها نطبق لالوا ما بين يعني راني نمشي في الفلويد بديت من أ وراني نصعد حتى البي. نطبق لالوا ما بين نقطة دو نيميرو دو النقطة بي. إذا بي بي بريسيون بريسيون دو أو بي دو إيكال بريسيون بي بليس رو جي اش رو تاع الويل فوا جي فوا اش اللي هو لوتور. لازمني نبسط هاد العبارات يعني بتعويض العبارة في عبارة باش الهدف نتاعنا هو الأساسي أنه نجد بي أ. نجد ماذا؟ بي أ. كيف نجد بي أ؟ ما رأيكم لو نعوض مثلا هذه المعادلة رومبلاس 3 اون 2 3 اون 2. يعني راح نعوضوا هذه ليكواسيون 3 في ليكواسيون هذه. يعني بي دو هنا تصبح بي بي زائد رو اش رو دو ويل فوا جي فوا 0.6. إذا هكذا عوضناها وتحصلنا على المعادلة رقم 4. عوضنا المعادلة رقم 3 في المعادلة رقم 2. الآن بعدها
نفس الشيء، نعوض المعادلة رقم واحد في المعادلة رقم أربعة، يعني بي أم تساوي بي أ زائد رو تاع الماء فوا جي فوا زيرو فيرجيل زيرو فيرجيل زيرو سانك. إذا نعوضها هنايا تصبح بهذه الكيفية. إذا هكذا نستطيع إخراج بي أ ماذا تساوي. بي أ ماذا تساوي؟ تساوي ناخذ رو جي فوا 0.05 إلى الطرف الآخر، وتصبح بهذه العبارة. الآن بما أنه في المعطيات التمرين ما عطانيش لا ماس فوليميك نتاع الويل ولا ماس فوليميك نتاع الميركور، ولكن عطاني لا دونسيتي. أنا عندي القانون ماذا؟ الدونسيتي ماذا تساوي؟ تساوي الماس فوليميك دو فلويد سيغ لا ماس فوليميك دان فلويد دو ريفيرونس. الفلويد دو ريفيرونس نتاعنا هنا هو الماء، بما انه عندنا ليكيد ماناش في الغازات، بما انه نحنا في ليكيد يكون عندنا ماذا؟ الفلويد دو ريفيرونس هو الماء. اذا تصبح رو مثلا تكون هنا رو نتاع الويل ماذا تساوي؟ تساوي الدونسيتي فوا رو ريفيرونس. اذا هنا ماذا نعوض؟ نعوض الدونسيتي فوا رو ريفيرونس. نفس الشيء رو تاع الماركير نضع هنا ماذا تصبح تساوي؟ تصبح تساوي الدونسيتي فوا رو دو ريفيرونس اللي هي رو تاع الماء. ونفس الشيء بالنسبة للرو تاع الماء نعرفوا باللي احنا الدونسيتي تاع الماء هي واحد، فبالتالي خلوها كما هي. الدونسيتي تاع الماء واحد تصبح ماذا؟ هي نفسها رو نتاع الماء. إذا نطبق الكلام هذا في هذه المعادلة تصبح ماذا؟ هنا فقط خرجنا الرو نتاع الماء عن المشترك، يعني ديما رو تاع الماء موجودة في القانون تاع الدونسيتي، فبالتالي تصبح مشتركة في عدة نقاط من البريسيوم. خرجنا عن المشترك، هاي أمامكم دي اش فوارو دي اش جي فوارو و رو نتاع الماء التي كانت موجودة هنا فقط أخرجناها عن المشترك. الآن تأتي مرحلة التعويضات، يساوي 87 كيلو باسكال حولنا فقط ضربنا في 10 أس 3، ورو تاع الماء هي 10 أس 3 ضربناها في 9.81 قيمة الجاذبية جي، ودي اش طالي في التمرين 0.87 ضربناها في اش. نفس الشيء دونسيتي نتاع الميركيور تاع الزئبق طالي 13.6، ونفس الشيء ناقص 0.5 فقط. لما نجمع نتحصل على 96.36 كيلو باسكال. هذه الوحدة تكون وحدتها بي الباسكال، يعني هذا الناتج هذا كله يكون بالباسكال، فقط نحوله ماذا إلى الكيلو باسكال، يعني نضرب في 10 ناقص 3 نتحصل على ماذا؟ النتيجة الكاملة هي 96.36. يعني هكذا قد أجبنا على ماذا؟ البريسيون بي أ. لكن أنا أقول لكم هناك طريقة أخرى لحل هكذا تمرين، طريقة في سطر واحد، في سطر واحد فقط بدون كل هذه التعويضات. مثلا تبدأ من مثلا نبدأ من هنا إلى أن نصل إلى أ، مثال فقط. تستطيع كذلك أن تبدأ من أ وتصل إلى بي. أنا أبدأ من بي، نبدأ من بي أولا. ماذا؟ انظر إلى هذه المعادلة، انظر إلى هذه المعادلة بي بي، نكتب بي بي، نكتب بي بي. الآن ماذا حدث؟ نزلنا، نزلنا. عندما تنزل الضغط يزيد، إذا نكتب زائد، نكتب زائد، زائد ماذا؟ زائد رو، رو تاع الويل فوا جي فوا 0.06 مثل ما تفعل، رو جي اش، تضع فقط زائد. ثم ماذا حدث بعدها؟ من هنا إلى هنا، كذلك نزلنا، إذا نكتب زائد، انظر أمامك، ها هي زائد واضحة، رو اش فوا جي فوا 0.06، زائد. الآن بعدها ماذا؟ ننتقل من هنا إلى هنا، بما أن الفلويد مستمر وفي نفس الارتفاع وفي نفس الارتيتيود يصبح ماذا؟ البريسو إيزوبار متساوية، إذا نقفز إلى هنا. الآن ماذا حدث؟ صعدنا إلى الأ، لما نصعد البريسو ماذا يحدث لها؟ تنخفض، نضع إشارة ناقص، ناقص روجي، ماذا يساوي؟ يساوي بي أ. ما رأيكم في الطريقة؟ أنا أرى أنها الطريقة سهلة، سهلة جدا. يعني من خلال هذه المعادلة، هذه المعادلة أمامكم، لو كان فتحت التمرين يعني بدون هذه الطريقة كلها، فتحت التمرين فقط بهذه المعادلة فقط، أبدأ ماذا؟ أكتب بي بي، أكتب بي بي، أبدأ بريسون بي بي، زائد روجي أش، انخفضنا، زائد روجي أش أخرى،
ثم انتقلنا إلى هنا بما أنه الفيلم في نفس المستوى وهو مستمر، نفس البريسو إيزوبر. ثم ماذا صعدنا؟ لما نصعد نضع ناقص يساوي بي ار، دلتا بي يساوي رو جي اتش، نفس القانون طبقته هنا فقط، خذ بي ار من هنا تصبح بي ار ناقص بي بي، دلتا بي تساوي رو جي اتش. يعني هناك عدة طرق لكن أنا أرى هذه الطريقة سهلة، وربما يعني في فيديوهات أخرى سأواصل يعني في حل الفيديوهات بهذه الطريقة لأنها طريقة سهلة ولا تأخذ الوقت. أتمنى يعني إن كانت هذه الطريقة يعني قد استوعبتوها يعني أن تشاركوني في التعليقات رأيكم، هل نفتح التمرين بهذه الطريقة فقط يعني بمعادلة واحدة فقط، أم من خلال ماذا تطبيق لالوا يعني ما بين نقطة ونقطة ونقطة ونقطة، ثم يعني نبسط المعادلات. أنا أرى هذه الطريقة أسهل من معادلة واحدة فقط، من بي بي زائد روجي اش، بما أن نزلت البريسيون تزيد ثم نزلنا مرة أخرى روجي اش، ثم ماذا حدث؟ نقفز إلى هنا بما أن البريسيون نفسها، ثم صعدنا يصبح ناقص بمعادلة واحدة فقط. إذا هكذا نكون قد أكملنا هذا التمرين. نتمنى منكم أن تشتركوا في القناة وتفعل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد بإذن الله، ويعني لكي تعم الفائدة لا تنسوا مشاركة الفيديوهات مع أصدقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.